بسم الله. دلوقتي انا عايز اقرا من ملف اكسل، هاجي هنا اقول له انا عايز من الاوفيس ريد فروم فايل. طيب هو عايز مني المسار، فهاجي هنا هقول له فايل، بلاقي عندي فايل فروم باص، وبلاقي عندي الفايل باص. فايل باص ده اللي حدد منه المسار. يعني مثلا اقول له هنا انا عايز الملف دوت اوصله بالباص، واقول له هنا فايل. تمام. الشيت نيم اديله تكست اللي هو سترينج، بالشكل دوت. اخر واحده ريد از سترينج، يعني لو في اي حاجه غير سترينج تتقري ولا لا. تمام. لو انا عايز اغير القيمه ديت، بس انا مش محتاج ان اغيرها، بختار هنا بولين، بولين دي تبقى فولس او ترو حسب ما انا عايز. تمام. هقول له بعد كده ران، هيبدا يقرا الملف، وهتلاقي هنا بقى في ليست عندي بالمعلومات اللي اقراها من ملف الاكسل. المعدة ممكن مثلا اقول له حط لي فاميلي معينه في كل نقطه من النقط ديت. تمام. وممكن اجي هنا اقول له خليها اوتوماتيك. تمام. وممكن اعمل سيلكت للعناصر ديت واقول له ايديت الاين توب، يبقى شكلها متناسق شويه. والاتنين دول هقول له ايديت الاين ليفت، تبقى حاجه بالشكل دوت. عمر